السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم وصفة سهلة وبسيطة كتجي لذيذة بزاف. كيف كتشوفوا معايا مقادير بسيط، عندي شوية ديال الربيع، كزبور ومعدنوس، حبة واحدة ديال الفلفلة صغيرة، حبة واحدة ديال المطيشة، شوية ديال المرتديلا، حبة واحدة ديال البصلة تكون صغيرة، شوية ديال الفرماج حمر اللي غادي نحكوه او الموتزاريلا اللي كان عندكم، ثلاثة الحبات ديال البيض الا كانوا صغار ديروا حتى لربعة، وعلبة ديال الياغورت فيها 110 غرام دانون مسوس ما فيه حتى شي نكهة، وجوج معالق كبار من الكيتشوب. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبة للكيتشوب غادي يهرس لينا هذيك الحموضة اللي كتكون في الياغورت. الياغورت كيعطي واحد الخفة للبيض ولهاد الوصفة، كيجي بحال الا محضرة بالكريمة. اول حاجة غادي نبداو فيها هي غادي نقطعو هادوك الخضر اللي غسلناهم من قبل، غادي نقطعوهم كلهم مربعات صغيره وغادي نحطوهم في واحد البصيل كبير. غادي نبداو نقطعو في المرتديلا، غادي نقطعوها دوائر من بعد شرائح، وغادي نقطعوها مربعات اللي هما صغار. اللي ما بغاش يديرها تقدروا تعوضوها بشويه ديال الصدر ديال الدجاج، يكون مقطع طريفات صغار، غير قبل ما تستعملوه كتشحروه شويه في الزيت، بحال الا كطيبوه واحد شويه عاد كيمكن لكم تخدموا به في هذه الوصفه. هنايا كنتاكد انكم تقطعوا الخضر وكل شيء تقطع صغير، غادي نديرهم في واحد البصيل كبير فين غادي نخلطوا، وغادي ندوزو نقطعوا البصله حتى هي بنفس الطريقه. قطعوا مربعات صغيره جدا باش حتى الاطفال ما كيحسوش بالخضره باللي راها كاينه وسط هاد الوصفه هادي. هنايا كيف كتشوفوا غادي نقطع ديك البصله ان شاء الله رقيقه، غادي ندير غير النص ديالها، جاتني كبيره حيت هاد الكميه غادي نحضر ماشي كثيره بزاف. غادي ناخذ الفلفله حتى هي غادي نقطعها شرائح طوال، ومن بعد غادي نقطعها مربعات اللي هما صغيره جدا. مطيشه حتى هي كنقطعها دوائر ومن بعد كنقطع شرائح وكنعاود نقطعها مربعات صغيره، كنحيد من هذاك الماء وديك الزريعه اللي كتطلق، كندير غير حبات ديال المطيشه، كنستعملوا شي حبه ديال المطيشه اللي كتكون قاصحه اللي كنديروا في الشلاطه. غادي ندوزو نقطعو الربيع حتى هو واحد ثلاثه العريشات. دابا غادي ناخذو هذاك الطرف ديال البيض، مقطعه الخضر ديالي كامله، غادي ناخذ هذاك الطرف ديال الفرماج وغادي نحكو في الحكاكه الرقيقه، تقريبا غادي ندير منه واحد ربعه المعالق كبار، وكيبقى اختياري الا ما كانش عندكم تقدروا تستغناو عليه. غادي نزيد شويه البزار، واحد راس معلقه صغيره، شويه ديال الملحه، تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الهريسه الا كانت عندكم، والا كانت كتعجب الوليدات ديروها. وغادي نزيد جوج معالق كبار عامرين من الكيتشوب. هاد الكيتشوب غادي حيت غادي نستعملوا الياغورت كيكون شويه محمض، هاد الكيتشوب غادي يهرس لينا ديك الحموضه. وغادي نخلط هاد الشيء كامل مع بعضياته. كنمشي كناخذ البيض ديالي كنهرسو في واحد التبصيل، عندي ثلاثه د البيضات كبار، الا كانوا صغار ديروا اربعه، انا هاد البيض اللي عندي راه صغير، داكشي علاش غادي نزيد واحد البيضه. وغادي نضيف هذيك العلبه ديال الياغورت السوس. بالنسبه لهاد الياغورت غادي يعطي واحد الهشاشه للوصفه، واحد الخفه بحال الا استعملنا الكريمه. وغادي نخفقو كلشي بالتراب يدوي حتى داك البيض والياغورت كينسجم مزيان، كيولي عندي واحد الخليط سائل. كناخدو داك البيض مع الياغورت كنضيفوه على الخضر اللي وجدنا في الاول، وغادي نخلطو كلشي مع بعض، اولا كديروا العكس كتضيفوا الخضره على البيض والياغورت.
غادي نخلط كل شيء مع بعض، وكندير واحد المقله كتسخن على نار مهيله، وغادي نبداو نطيبو. الان كناخدو مقله كندهنوها بالزبده، ضروري دهنو بالزبده مزيان، كتساعد باش كيطيبو دغيا وكيتحمرو من التحت، ومن بعد كتخوي فيها قياس نص مغرفه. انا استعملت هذه المقله هذه اللي فيها 4 ديال الوجوه، تقدروا تستعملوا هذيك المقله ديال البغرير اللي حتى هي فيها 6 بنفس الطريقه. ما بغيتوش ديروا هذا الشيء كامل، بغيتو تنقصوا عليكم الشغل، كديروا في واحد المول ديال الزاج كيدخل الفران، كتسخنوا الفران ديالكم وكتدخلوه كيطيب من التحت حتى كيطيب، عاد كتشعلوا عليه من الفوق باش كيتحمر لي الوجه ديالو. صافي، بعد ما كندير تقريبا نص مغرفه في كل جهه، كنسد عليهم بواحد الغطاء من الفوق باش هذاك البخار كيرجع عليهم وكيطيبوا ليا دغيا. كنخليهم حتى كيطيبوا مزيان على نار متوسطه حتى كيطيبوا ليا من الفوق، ما كيبقاوش ما كتبقاش هذيك العجينه. الان بعد ما كيطيبوا كيبانوا ليا دوك الجناب بداو كيتحمروا، ديك العجينه كتنشف من على الوجه ديالهم ما كتبقاش، عاد كنقلبوهم. خاصكم تعطيوهم الوقت حتى كينشفوا، الوجه ديالهم كينشف بحال البانكيك باش كيمكن لكم تقلبوهم بسهوله، وفي نفس الوقت كيجيو طايبين مزيان. فهاد المرحله هذه ما غاديش نعاود نغطيهم، غادي نخليهم غير واحد 3 دقائق 4 وغادي نحيدهم. هنا بغيت نوريكم لا كيفاش كتكون مهيله، كيطيبوا على خاطرهم باش ما يتحرقوش ليا. بعد ما كيطيبوا من جوج ديال الجهات كنحيدهم وكنحطهم فواحد الطبسيل، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه. هنايا راني كنصور بيد وفي نفس الوقت خدامه باليد الاخرى، اللي كلش جاني صعيب باش نهزو من بلاصتو. وغادي نستمر بنفس الطريقه، كندهن دائما المقله ديالي بشويه ديال الزبده، كنخوي فيها قياس نص مغرفه او ما يعادل واحد 3 معالق كبار، كنغطي عليهم بواحد الغطاء من الفوق وكنخليهم كيطيبوا على نار اللي كتكون مهيله. ضروري جدا ما تجهدوش عليهم البوطه، حيت الا جهدتوها غادي يتحرقوا من التحت وما غاديش يطيبوا لينا من الداخل.
صافي ملي كيطيبو كنرفقو مع شويه ديال الكيتشوب، كيجيو لذاذين بزاف. الصراحه ملي كيبداو يطيبو كتلمعو واحد الريحه رائعه هائلين. كنتمنى تجربوه، ما تنساوش الا عجبكم تخليو ليا لايك وتشتركوا معايا في القناه، شاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.